شكل هو شبه جوارديولا ولكن بلسان جوزيه مورينيو. أصبح المؤتمر الصحفي الخاص بوليد الرجراجي في كل مرة من أول البطولة لحد النهاردة ولأسباب مختلفة هو درس من الرجراجي للصحفيين الموجودين عرب أفارقة أو حتى صحفيين على مستوى العالم. اللي فات ده كان جزء من المؤتمر لكنه مش الجزء الحراق. الجزء الحراق اللي بيروح في مقتل هنعرضه على الشاشة حالا، لأن كل جملة منه كانت تستحق الوقوف عندها. الرجراجي المرة دي مش بيتكلم بس عن البرتغال، ومش بيتكلم عن الإنجاز، ومش بيتكلم عن قوة المغرب أو على إن إحنا هنبص لنفسنا فقط لا غير، لكنه بيوجه رسائل للعالم كله انطلاقا من المغرب ولحد كل الصحفيين في كل دول العالم. أرجوكم نبص ونركز مع بعض. يتحدثون عن الخبرة، وها هي الصحافة المغربية. أمامي 10 سنوات وأنا أدرب في المغرب، لم يرشحني أحد لتدريب المنتخب، والسبب أنه لا يملك الخبرة. لا يمكن أن يدرب الرجراجي المغرب، أحضروا لنا أحدا من الخارج. دي كانت أول واحدة رايحة للصحافة المغربية. الثانية، عليك أن تسأل الإداريين عن عدم رغبتهم في استخدام مدرب عربي أو أفريقي، إنها مسألة معتقدات وتربية. فاليوم من المستحيل أن تتعاقد مع مانشستر سيتي، برشلونة أو باريس سان جيرمان مع مدرب عربي، كأنه لم ندرس الكرة ولا نعلم عنها شيئا ولسنا قادرين على فعل أي شيء. أنا قبل المؤتمر أقول المصادر، لأنه الناس ليها حق أن مراسلينها اللي بيغطوا وبيكتبوا يتقال حقهم. موقع جول العالمي، شبكة البطولة المغربية، كل تقدير ليهم على نقل التصريحات كاملة، المؤتمر كامل، الوكالات والقنوات بتاخد اجزاء من المؤتمرات، لكن دي نقل لحاجات كانت مهمه جدا في المؤتمر الصحفي، فكل التحيه ليهم الحقيقه. فالرجراجي بيتكلم في الرساله الثانيه انه برشلونه، باريس، يونايتد، اي فريق كبير ما عندوش ثقه في مدرب عربي. هناك دائما لحظات في التاريخ وكذلك عملنا سيظهر اننا قادرون على ذلك، وبذكر الاحصائيات، حين تعتمد على 5 مدربين افارقه تكبر نسبة وصولهم للدور الموالي ويصبح لنا أمل في بلوغ ربع النهائي. ده معناه إنه الرجراجي بيشوف دلوقتي إن المدرب الأفريقي والمدرب العربي دي من عندنا اللي وصل لربع النهائي، اللي صحفته اللي في بلده عمرها ما رشحته إنه ياخد منصب زي ده، اللي جه في وقت صعب جدا بعد مشاكل كتير جدا وبيرجع الانسجام وبيرجع البسمة للعيبة في التدريبات. يا جماعة أنا شايف من يومين فيديو الله أعلم بتاريخه، حكيم زياش اللي خليل يوزيتش دخل معاه في كل خناقات الكرة الأرضية، بيدي الوريد الرجراجي كوبري في التمرين وكل الناس بتضحك ضحك غير طبيعي، بقولهم زياش في جو معمول داخل التدريبات وداخل مقر التدريبات غير عادي، وده اللي خلى سكاي الاسبوع اللي فات زي ما قلنا انها تكتب انه انجاز المغرب لم ياتي من السماء. الراجل ده لما بيترفع فوق من اللعيبه بعد نهايه المباريات ده لان هم حابينه ومقتنعين بيه. فالرساله كانت لصحافه المغرب ان بص عندك الاول قبل ما تتكلم وانصف ابن بلدك. والرسائل للعالم لصحفيين العالم كلهم انه الانديه الكبيره اللي بتتفرج على كاس العالم ان الاوان ان يكون في مدرب عربي او مدرب افريقي موجود في القاره الاوروبيه، وان موضوع الخبرات اللي بيتم تداول بيها الامور وهم. ممكن مدرب يتعلم، ولنا في عادل رمزي الاسم المغربي الاخر اللي في ايندهوفن في الوقت الحالي بيتم تجهيزه عشان يقود حاجه عظيمه الفتره الجايه خير مثال على ذلك.